ورجعنا لكم مشاهدينا بعد التقرير اللي شفناه من محافظة سوهاج من تقديم الزميلة نجوى سيف النصر وهند فوزي. بنبتدي معاكم أولى فقراتنا الحوارية، والنهاردة هنتكلم عن آثار فيروس كورونا على مرضى القلب. يسعدنا إن احنا نستضيف في فقرتنا النهاردة الدكتور رمضان غالب، أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب بجامعة أسوان. أهلا بك معنا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور رمضان. في البداية لو حبينا ناخد فكرة عامة عن أمراض القلب عامة، الأمراض اللي بتصيب الشخص وهو صغير والأمراض اللي بتصيب الشخص عند الكبر يعني. تمام. أو طبعا أمراض القلب دي في منها يعني مختلف فرايتي مختلفة. في بعض الأمراض اللي هي ممكن نقول عليها اللي هي العيوب الخلقية، ودي بيبقى الطفل مولود عنده عيب خلقي في القلب، ودي بيبقى حاجة منذ الولادة يعني بيبقى موجود معاه. في بعد كده أمراض مكتسبة نتيجة اللي بنقول عليها الحمى الروماتيزمية لمرضى القلب، ودي بيجي من الالتهاب المتكرر للوزتين أو الالتهاب المتكرر للحلق، فبينزل صديد على الصمامات ويؤدي إلى تهتك في الصمام مما يؤدي إلى ارتجاع وضيق الصمام، ودي بنسميها نتيجة حمى روماتيزمية. دي بتبقى في سن الأطفال من سن 5 لسن 15 سنة، دي اللي بتيجي في هذه الفترة. في بعد كده يعني على سن 30 سنه او 40 سنه، ودلوقتي ابتدينا نشوف في مراحل متقدمه زي ما بيقولوا من العمر، علشان طبعا اللي هي يعني كثره العوامل الخطر، انتشار نسبه التدخين، الفاست فود، عدم الاهتمام بالرياضه، ابتدينا نشوف مرضى قصور الشريان التاجي وجلطات القلب. ابتدينا نشوف حالات قصور في الشريان وجلطات بنسبه يعني غير اللي كان مكتوب زمان ان هي بعد سن ال 50 او سن ال 60 او الناس اللي هي الكبيره في السن عشان تصلب الشرايين. ده دلوقتي ابتدينا نشوف الامراض دي في السن بدري شويه. طب بالنسبه لو اتكلمنا عن يعني مريض القلب اللي هو يعني بيصاب بفيروس كورونا، تمام، يعني بيبقى تاثير المرض ده غير تاثيره على الشخص طبعا العادي. ما دي من احنا من دول بنقول هم الاشخاص اللي هم اعلى خطوره عند الاصابه بفيروس كورونا. لان فيروس كورونا ده ممكن يعني يصيب المرضى دول اللي عندهم مرض القلب، فبتكون المناعه بتاعته ضعيفه فيبقى مقاومته. الحاجة التانية ان الفيروس في حد ذاته نفسه ممكن يعمل التهابات في الاوعية الدموية، ممكن يعمل جلطات في الشرايين التاجية، ممكن يعمل ضعف في عضلة القلب. فبدل ما هو عامل خطر واحد موجود عنده، لا بقى عاملين خطر ان هو اساسا مريض قلب، وثانيا هي الاصابة بفيروس كورونا. ان هم المرضى دول بنقول عليهم هم المرضى الاكثر خطورة او الاعلى خطورة من الشخص الطبيعي اللي هو ما عندوش اي مرض موجود. طب يعني ساعات كتيره لما شفنا في المراحل الاولى لفيروس كورونا كان يعني تاثيره مميت على بعض الاشخاص اللي عندهم امراض في القلب، وفي حالات بتستدعي ان هي دخول المستشفى طبعا 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 ده كنا شفناه طبعا في المراحل الاولى من المرض فعلا، وخاصه المرضى اللي عندهم مناعه ضعيفه او اصابه بمرضى السكر او مرضى الضغط او اللي هم عندهم امراض في القلب. فكان زي ما قلت لحضرتك كده المناعه بتاعتهم ضعيفه، فكان الإصابة بالفيروس قوية وعملت إن كانت بتعمل جلطات في الأوعية الدموية. يعني أنا فاكر شفنا حالة مرة طفل عنده 6 سنين وكان عنده ضعف في العضلة، وكان عنده شرايين يعني الشرايين كأنه واحد عنده 70 سنة من نتيجة، وفي الآخر يعني كان حد كويس جدا دكتورة أطفال عملنا له أشعة فيزيونية على القلب، واكتشفنا إن هو عنده تصلب شرايين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. وخد يعني زي حاجه بنديها كده زي اسمها ميونوجلوبين، زي حاجه بتقوي المناعه، وابتدت الشرايين ترجع لطبيعتها وابتدى يحصل تحسن الحال. فهي الاصابه بفيروس كورونا حتى في السن الصغير، يعني طفل 6 سنين حولته كانه واحد عنده 70 سنه. خلت الشرايين بتاعته في نسبه تصلب شرايين نتيجه حدوث جلطات متكرره في الطفل ده. فهي طبعا اول حاجه بتصيبها زي ما بتصيب شرايين الرئه بتصيب برضه شرايين القلب، زي ما بتعمل تهتك في الرئه بتعمل تهتك في عضلة القلب. وشوفنا ناس كتيرة حتى الناس الرياضيين اتعرضوا لإصابة فيروس كورونا وجالهم بعد كده اعتلال في عضلة القلب. اللي هو بس من كرم ربنا ان الاعتلال بتاع العضلة ده والضعف بيحصل له حاجة اسمها ريفيرزر، ان هو ممكن يرجع للطبيعي في خلال من 3 ل 6 شهور بالأدوية اللي هو ابتدى ياخدها. والحالات دي كنا بنكتشفها بعد التعافي من فيروس كورونا. يعني أثناء الإصابة بالفيروس كان ممكن ما فيش مشكلة. بعد الإصابة بأسبوعين ب3 أسابيع والمسحة سلبية وحصل تعافي، ابتدى العيان يشتكي بعدم انتظام في ضربات القلب، ابتدى يحس بنهجان وكرشه نفس، ابتدى يحس ان هو في تورم في جسمه، نعمل ايكو في تضخم في عضله القلب اللي هو ما بعد الاصابه بالفيروس. يمكن يا دكتور مضاعفات
فيروس كورونا، يعني بعد التعافي منها بتبقى مضاعفاتها اكتر خطورة من الفيروس نفسه او فترة المرض بالظبط نفسه. كده. وبعض المرضى كتير جدا يعني بعد التعافي بتعمل لهم مسحه، بتطلع مسحه سلبيه، ولكن احنا بنقول عليهم اللي هي اثار الاصابه بفيروس كورونا. ودي يعني هي يعني حالات موجوده، يعني هي مش كتيره بس موجوده، يعني يعني تصنف بنسبه تتراوح 5% من المرضى اللي هم اصيبوا بفيروس كورونا. ودي ما كانتش بتفرق بين يعني بين حد رياضي او سن صغير او سن كبير، لان فعلا في بعض الرياضيين هنا في مصر وبره مصر جاتهم اصابه بفيروس كورونا وبعديهم حصل لهم اعتلال بعضله القلب، وده كان طبعا بياخد فتره تعافي من 3 ل 6 شهور، وكان الحمد لله يعني نسبه كبيره جدا جدا كانت بترجع للعضله ان هي تتحسن وتبقى كويسه جدا. طب ازاي الانسان يعرف ان هو يعني مريض قلب؟ يعني في اعراض بتظهر على الشخص طبعًا، يعني طبعًا. يبقى ياخد باله ان طبعًا. هو في حاجه في القلب فيروح طبعا احنا يكشف عنه. يمكن لاحظنا في الفتره الاخيره دي برضو بعض الحالات اللي هي الموت المفاجئ، وده بيكون كتير ليه بالظبط كده، ودي ما بتفرقش بين سن صغير وسن كبير. ففي بعض العلامات اللي احنا ممكن ان احنا ايه يعني يعني نلاحظها وكده. يمكن كان في زميل دكتور لينا في مستشفى جامعه بنها 30 سنه وخلص عمليات وبعدها وهو شغال يتوفى، فدي نتيجه ان عوامل الخطوره دخلته في بعض الامراض. بعض العلامات اللي احنا ممكن يعني عند المريض ده ان هو الاحساس في عنده كرشه نفس، في عدم انتظام في ضربات القلب، جاله مثلا اغماء ثواني وفك معاه، احنا ممكن نقول ده ارهاق تعب اصل ما نامش كويس. لا دي علامات يعني تحذيريه لازم ان احنا ناخدها يعني بمحمل الجد، ولازم نعمل فحوصات للمريض اللي هو بيعاني من الحاجات دي. الارهاق الشديد ان انا امشي خطوتين حاسس ان انا تعبان مش قادر اكمل، كل دي بعض العلامات. الام الصدر، الام تكون مشابهه او مطابقه لمواصفات الالم، يعني الم في صدر وبيسمع في ظهري بدراعي، وخاصه مع التوتر العصبي او الاجهاد الشديد، كل دي برضو علامات تحذيريه. لو انا عندي تاريخ مرضي للمرض الشريان التاجي او القلب، يعني لو انا عندي يعني ناس من الدرجه الاولى في عيلتي، اخواتي، والدي، والدتي، جالهم موت مفاجئ، حد جاله جلطات في القلب، فدي كلها بنقول عليها عوامل خطوره لازم اخد بالي منها. ويعني انا كمريض لازم ابقى متدرج، لان اخويا جات له جلطه في القلب، اختي، حد في الدرجه الاولى حصل له موت مفاجئ، لازم يكون عندي تفكير ان انا ممكن يحصل لي نفس الحدث. لازم اعمل تحليل، لازم اعمل اشعه تلفزيون على القلب، لازم اراجع الدكتور بتاعي، ممكن يكون عندي حاجه اسمها دهون وراثيه. الدهون الوراثيه دي ممكن تبقى موجوده عندي وبنسميها القاتل الصامت. انا هعرف ازاي ان عندي دهون عاليه ولا مش عاليه؟ انا ماشي كويس. أيوة. لكن هي الدهون ممكن تترسب في الشرايين فتؤدي الى ذبحه او جلطه حاده في القلب. يعني اغلب الحالات اللي بنسمع عنها ان حد يشتكي ان هو مثلا عنده حرقان، يعني حرقان في الصدر وكده، تمام. يعني الاغلب بياخدوا ان هو مثلا التهاب في المريء في المعده، تمام. ما بيروحش لذهن الشخص ان هو ممكن تكون حاجه في القلب، تمام. وبعض الحالات الوفاه بتحصل، طبعًا. الانسان اشتكى حرقان شديد وبعد كده توفى فجاه. طبعا ده سؤال ممتاز جدا، يعني دايما انا يعني بدي الكورس بتاع القصور الشهير للطلبه، فدايما بنقول لهم كده يعني حكمه كده، بنقول لهم اذا اشتكى الشيخ من المعده فابحث عن القلب، واذا اشتكى الشاب من القلب فابحث عن المعده. يعني انا لما يجيني واحد عنده 60 سنه وبيقول لي عندي الم في معدته وحران، ده لازم اعمل له رسم قلب، لازم اعمل له رسم قلب بالموجود، لازم اعمل له اشعه تلفزيون على القلب، لازم استبعد موضوع القلب الاول وبعد كده اقول ان دي معده. جاني واحد عنده 20 سنه بيقول لي ده انا قلبه وجعني والكلام ده كله، لا ده 99% هيطلع حاجه في المعده. فحسب الشخص اللي قدامي، حسب عوامل الخطوره الموجوده، انا بمشي في سكه تشخيص المرض. بس هو للاسف ان احنا ايه بنشخص لنفسنا، يعني هو بياخد كلام يعني يسال حد ان عندي حرقان هقول له ده التهاب في المعده خد دواء كذا، وزي ما بتقول حضرتك يعني بشوف الحاله ثاني يوم كانت جلطه حاده كبيره جدا من امبارح، فمش هعرف اعمل له لا قسطره ولا دعامه لان عدت عليه الفتره اللي انا ممكن افيده بيها. ممكن يجيني باعراض عنده هبوط في عضله القلب، ممكن زي ما بتقول حضرتك يجي له موت مفاجئ. فهي للاسف اللي هو يعني ما بيستعينش بطبيب، لا بيستعين بصديق في تشخيص المرض او علاجه. يعني الافضل الواحد لما يحس بحاجه زي كده يتوجه للطبيب، يعني يتوجه على الاستقبال بتاع المستشفى اللي هو او المكان اللي هو فيه. يعني ان انا يجيني العياده ولا اروح للدكتور ويستنى، لا الاستقبال هو ده احسن مكان واقرب مكان متاح، فيه مكان ممكن يعمل فيه رسم القلب، فيه دكاتره تشوفه، محتاج مثلا قسطره عاجله متواجده، محتاج يتحجز في العنايه موجود، محتاج حقن مصيبه للجلطه موجوده، كل ده يطمن على نفسه بيه كويس وعايز يروح بعد كده هو براحته يعني. لكن هي المشكله ان لازم يعني اول ما نحس بحرقان في الصدر او الام في الصدر ومسمع لظهري، انا مريض سكر بدخن عندي عامل وراثي، لازم بسرعه اتوجه على الاستقبال على
علشان اطمن على نفسي. ما استناش اشوف الدكتور يجيني بكره يجيني، لا افترض جات لي على الفجر، جات الساعه 3 بالليل، هستنى ليه؟ ما انا اروح الاستقبال اطمن واشوف الموضوع ايه وبعد كده اروح للدكتور اللي عايزه. طب بعض الاشخاص يا دكتور اللي عندهم مرض الضغط او السكر، يعني بتبقى بعض الادويه هل ليها اثار جانبيه مثلا بتاثر على عضله القلب؟ لا مش تاثر على عضله القلب، هو في بعض الادويه ما ينفعش نديها لو في اعتلال في عضله القلب، يعني في ادويه ممكن تزود الهبوط بتاع عضله القلب، لكن الاعراض الجانبيه للادويه موجوده، يعني الشركه نفسها اللي بتنتج الدواء كاتبه الاعراض الجانبيه. نعرف يعني في بعض أدوية الضخ ممكن تسبب حاجة زي الارتكاري الحساسية، ممكن تسبب زي الكحة الناشفة، ممكن تسبب مثلا بطء في ضربات القلب، ممكن تسبب في بعض الأحيان آلام في عضلات الجسم. فأنا كدكتور بكتب الدواء وأنا عارف آثاره الجانبية بحيث المريض اشتكى منها بنبتدي. ولكن المشكلة إن تقابلنا إن المريض ممكن يقعد يقرأ البامفلت بتاع الدراجز بتاع الدواء الموجود وابتدي يطبق الأعراض على نفسه، الأعراض الجانبية. يعني هو ما حصلوش حاجة من الدواء بس ورا الأعراض الجانبية يبتدي يقول يا دكتور ده أنا حصل لي كذا من الدواء. فأنت أنا بعرف إن هو طبعا أكيد قرأ الدواء وعايز يطبق على نفسه، فانت بتقول له اي دواء ليه مميزات وله عيوب. احنا بنستفيد من مميزات اكتر من عيوب. فلكن الاعراض الجانبيه لاي دواء طبعا موجود. هو طالما يعني تحت استشاره طبيب هيبقى طبعًا. عارف الطبيب هيكتب له الدواء المناسب ليه. بالظبط ما انا بقول لحضرتك يعني اللي هي برضو اللي هي اللي احنا بنقول عليها ايه الثقافه الطبيه احيانا احنا يعني بتبقى ناقصه، لان انا ممكن اقرا معلومه وانا مش طبيب هوظفها في غير مكانها، غير لما استشير الطبيب بتاعي. فانا زي ما بقول لحضرتك كده انا ما بكتب الدواء عارف اثاره الجانبيه، عارف الاستفاده من الدواء ايه. يعني في بعض الادويه بيبقى مكتوب عليها دي علاج ضغط لكن انا موظفها في علاج تاني. فهي دي النقطه اللي بتفرق، ولازم بفهم المريض كده بقول انا كاتب لك دواء، انا مش كاتبه للضغط، لا انا كاتبه علشان حمايه القلب، انا كاتبه علشان ضربات القلب، انا كاتبه علشان هيحسن وظائف العضله بتاع القلب. فبنفهمه علشان ما ممكن يسال صيدلي، ممكن يقرا الاعراض الجانبيه فيبتدي ممكن ما ياخدش الدواء يتراجع عنه. فلازم دي نقطة مهمة ان احنا لازم نقول الدواء ده بيستعمل ليه والاعراض الجانبية اللي ممكن تحصل ايه. بس في بعض المرضى يعني ممكن يكون هو اساسا متوتر كده، فلو طول الاعراض الجانبية تاني يوم هيقول ده جات لي. فبتشرحي له اللي كده. فلكن برضه لازم يكون يعني نتعامل مع المريض ان هو ايه لازم يكون فاهم انا كتبته ليه وممكن يحصل من الدواء ايه. وده من حقه طبعا، يعني لازم يعني عند وصف الدواء لازم اقول له المميزات والعيوب. طب بالنسبة يعني فترة كورونا دكتور رمضان، يمكن بعد يعني اغلبنا يعني كانوا يعني لو جاله دور برد او بيشك ان هو مثلا فيروس كورونا طبعا. فكل واحد بياخد اللي هو البروتوكول علاج فيروس كورونا ده في البيت. لا لا ده ياثر على القلب حتى لو الشخص ما عندوش مثلا لا هو القلب يعني زي ما بقول لحضرتك هي الثقافه الطبيه اللي هي عندنا اللي احنا شائعه بين الناس يعني. هو طبعا احنا كدكاتره اي دور برد ولا انفلونزا اثناء الفيروس نفسه بنقول دي كورونا الى نسبه العكس. مش بنقول دي انفلونزا وتطلع، لا احنا بنقول دي كورونا الى نسبه العكس. يتوجه للطبيب، يتوجه للمراكز اللي هي بتفحص المرضى وهم اللي يقولوا له دي كورونا ولا مش كورونا. لكن هو ياخد دواء مع نفسه او ياخد مضاد حيوي اللي هو مشهور في البروتوكول او ياخد مثلا مسكنات لا طبعا ده مرفوض تماما. لان حضرتك ممكن تشوف الحاله بعد يومين ثلاثه وابتدى نسبه الاكسجين يقل، ابتدى يحصل تليف في الرئه، ابتدى تحصل مشاكل. ويجي لك العيان يعني بيقولوا عليه حاله تيرمينال، حاله متاخره. طب ما انا لو شفته قبلها بثلاث ايام بخمس ايام، في ادويه حديثه دلوقتي بتتاخد في خلال خمس ايام بتقتل الفيروس، وادويه غاليه جدا ووزاره الصحه موفراها. فانا طبعا بوفر على نفسي مجهود كبير وبنقص حياه نفسي. يعني انا لما لو رحت المستشفى الحميات، رحت مستشفى الجامعه، رحت الاماكن اللي فيها كشف وفيها عزل وقدرت اعرف ان انا مصاب بكورونا ولا مصاب بالانفلونزا، ده هوفر على نفسي وعلى عيلتي وعلى كل اللي حواليا كتير. طب بالنسبه دكتور بقى لو اتكلمنا عن نقول فتره المريض في كورونا، مريض القلب لو هو موجود داخل البيت ومش عايز يروح مستشفى، طبعا اغلب الحالات شفناها في البدايه الناس الكبيره بالذات بتخاف تروح المستشفيات العزل والحاجات دي. يعني احنا كاهل مثلا للمريض نتعامل مع المريض ازاي؟ يعني دايما احنا بنقول اللي هو الامراض المزمنه وخاصه الناس اللي عندها هبوط في عضله القلب بوديه مستشفى. لان انا لو تعب معايا مش عارف اتعامل معاه. في البدايه ان هو قادر يتحرك معايا، الاكسجين بتاعه كويس. فلما يكون في المستشفى تحت عينينا زي ما بنقول وتحت الملاحظه يكون احسن.
حضرتك اصل في البيت الاهل هيعرفوا ايه العلامات اللي فيه مثلا الاكسجين بتاعه عالي او ان حالته فيه تدهور، هتبقى غير يعني غير مجديه في البيت. وقت حالته كويسه وراح مستشفى وفرت له مكان تاني يوم وهجيبه، لكن بتبقى الحاله تيرمينال وهو حالته خطر وحالته تعبانه ورحت المستشفى وما لقيتش مكان، طبعا انا بضر بالعيان اكتر من ان انا افيده. للاسف ماما يعني بعد كبار السن بيبقوا مصممين ان هم ما يخرجوش من البيت. للاسف احنا بنحاول يعني برضه يعني كدكتور ان لا هروح المستشفى بالظبط، يمكن ما عنديش الفيروس، هيجي لي الفيروس هتعادي في ما المستشفى. هو ما بالظبط انا بقول لحضرتك دي الثقافه الطبيه الناقصه عندنا كلنا عند اهلنا يعني. فاحنا طبعا المفروض ان انا كطبيب واجب ان انا لا بفهمه وبشد معاه ان انا لازم تدخل مستشفى والمستشفى هتفيدك، ويعني انا اللي بوصل له المعلومه وكده. لكن لو انا تساهلت في توصيل المعلومه الصحيحه هو المريض طبعا، اي حد فينا ما بيحبش يروح مستشفى. ما يعني ما احنا بنقول للناس طب احنا عاملين مستشفيات ليه؟ ما هو انت عشان احنا في مرض بعض المرضى محتاجين المستشفى لازم يروح المستشفى، لان في بعض الادويه ما ينفعش اديها في البيت. في بعض الادويه مش متواجده في غير في المستشفى. يعني في بعض الادويه بتحتاج مثلا يعني جهاز تنقيط معين. ما ينفعش حد في البيت لحظه. لو نقطه زادت ضغطه يوطى، لو نقطه عالت ضغطه يعني. فلا في حاجات كده مهمه جدا يعني. احنا بالنسبه لنا مرضى القلب ما لازم لو حاله كريتيكال، حاله عيان جاي بحاله حاده، لازم ادخله مستشفى واحجزه في العنايه المركزه وكده. ان انا بقول له طب ما يعني البيت ما فيش اي استفاده. العين رفضت حجز، اقول له خلاص اتفضل حضرتك كشفك، انا اسف يعني. انا كده بساعده على الغلط. لكن انا مصمم ان هو يتحجز، العين بيسمع الكلام وبتحجز. دي في الايه اولا واخيرا ده حاجه لمصلحته طبعا. طب بالنسبه دكتور رمضان لادويه السيوله بقى، يعني فتره كبيره ساعه فيروس كورونا كلنا يعني كنا بناخد ضمن البروتوكول برضه ادويه السيوله عشان يقول لك الفيروس بيعمل جلطات وكده. تجلط ايوه تمام. ده شيء يعني مظبوط ولا برضه بالنسبه والله في بعض في بعض يعني برضه زي ما بقول لحضرتك هي ايه برضه الثقافه الطبيه ان هي بعض الناس سمعت ان فلان خد دواء سيوله ابتدت الناس تاخد. هو طبعا ليه انديكيشن يعني ليه استعمال محدد وكده. ان احنا بنعمل حاجه اسمها علامات التجلط. لو العلامات التجلط دي عاليه عند المريض بديها له. لو عيان عنده مرض القلب والضغط والسكر بديها له. لو عيان وزنه يعني وزنه مليان جامد مش بيقدر يتحرك، ده بيحصل لزوجه في الدم، ممكن اديها له. لكن هي مش بتتاخد كده عماله بطال. لا لا احنا في انديكيشن معين بندي ادويه التجلط. لان مش الادويه التجلط اللي هو الاسبرين العادي، لا ده في ادويه خاصه بالتجلط. غير الاسبرين الاطفال والحاجات دي، لا في ادويه خاصه بالتجلط وبوصفها بجرعه معينه وبديها فتره معينه. يعني العيان ده ممكن اديله شهر ونص، العيان ده اديله 3 شهور، العيان ده العيان اللي جات له جلطه في الرئه غير العيان الطبيعي، العيان اللي هو عنده عامل خطوره غير العيان الطبيعي، العيان اللي هو اوبيز اللي هو عنده سمنه غير الشخص العادي. فطبعا الانديكيشن بتاعها بيبقى حسب حاله المريض، عامل الخطوره، قياس حاجه اسمها دي دايمر اللي هي نسبه التجلط، بناء عليها ان احنا بنوصف دواء السيوله للمرضى. بما ان حضرتك بقى ذكرت اسبرين الاطفال، ده احنا يعني الاغلبيه بيقعدوا بيستعملوا اسبرين الاطفال ده يمكن يوميا يعني طبعا. بيقول تجنبا لحدوث جلطات، عشان الجلطات يعني بقت كتير الايام دي يعني، فده يفضل ان الواحد. لا طبعا لا طبعا، اولا اسبرين الاطفال ممكن يعمل قرحه في المعده، ممكن يعمل نزيف حاد، ليه اعراض جانبيه كتيره، يخلي العين يعمل له التهاب مزمن في المعده، زي ما بقول لحضرتك ممكن زي ما بقول لحضرتك يدي قرحه في المعده. فاعراضه جانبيه كتيره جدا. ولكن لو اتوصف بطبيب علشان العين ده عنده قصور في الشريان، عنده ذبحه صدريه، عنده نسبه تجلط، تعمله. لكن احنا برضو بنستعمل لنفسنا، نقول اصل انا بحمي نفسي. لا بتحمي نفسك من انا ما عنديش اي عامل خطر هاخد اسبرين ليه؟ افترض انا مريض عندي سيوله زايده، عندي مرض في الدم، مرض دم، فهاخد برضو اسبرين ليه؟ فزي بقول لحضرتك برضو دي الثقافه الطبيه الشائعه بينا، ان احنا ده فلان بياخد اسبرين باخد اسبرين، او اخد اسبرين احمي نفسي. لا كل دي حاجات لازم تحدد بالطبيب، هو اللي بيوصف الدواء معين. زي حضرتك انا ممكن اخد اسبرين وعامل لي قرحه وانا مش حاسس بيها، عامل لي التهاب شديد في المعده ومش حاسس بيه، عامل لي ارتكاريا حساسيه وانا مش حاسس بيها. ده اعراض جانبيه كتيره جدا جدا. ولكن لما اكون بستعمله في مكانه المناسب هو ده الصح. فاي دواء يعني لا يفضل ان احنا ناخده غير بوصف الطبيب. يعني حتى يعني الحاجات اللي هي بنسميها او تو سي عندنا هنا في مصر، اللي هي في وصف الصيدليه ولا دي، كل دي حاجات خطا جدا. يعني انا اديت للعيان علاج ضغط بناء على ايه؟
انا كصيدليه مثلا اديته مضاد حيوي وبناء على ايه؟ هو انا عرفت ايه الفيروس اللي عنده؟ عرفت ايه الميكروب عشان اديه مضاد حيوي معين؟ ولكن احنا بنستسهل ان انا اروح للصيدليه اقول له ده انا عندي ابني تعبان، انا تعبان، عندي معدتي زي ما بتقول عندك، عندي حرام في المعده، اروح اداني دواء حموضه. طب هو يعني هو حل للمرض؟ ايوه. فكل دي حضرتك اخطاء شائعه للاسف كلنا بنقع فيها، ودي طبعا يعني المفروض بننبه عليها من خلالكم، من خلال وسائل الاعلام، ان لا محدش ياخد اي دراجز معين واي دواء غير بعد استشاره الطبيب. حتى لو دواء صداع انا مش عرفني سبب صداعي. أيوة. ممكن يكون ضغط عالي، ضغط عالي، وباخد ادويه مسكنه وفي الاخر يحصل لي جلطه ونزيف المخ. يعني هم الاغلبيه للاسف يعني بيتجهوا للصيدلي اكتر ما هم بيروحوا للطبيب. أيوة يعني. بس يعني ما هي المشكله ان كمان يعني هنا مسموح لاي صيدلي يديلك ادويه بدون روشته. ما دي مشاكل. ما هو احنا لو انت حضرتك يعني بعض الدول ما فيش، لو انت ما معكش وصفه الدول الخليج ما فيش، مستحيل بالظبط يديلك بالظبط كده. ما هي لازم حضرتك يعني احنا بنناشد الوزاره ان هي تنظم الموضوع. يعني انا اقيس ضغط في الصيدليه دي، اقيس سكر دي، هل دي وظائف الصيدليه؟ ادي دواء العيال ليه؟ ما كل دي حاجات اتكلم مع المريض في روشتة ليه؟ ايوه انا حضرتك صرفت لك روشتة، شوف الدكتور. يعني انا كمريض بقول لك الدواء ده بتاعي والله ما اعرفش، اسال حضرتك الطبيب اللي كده. ايوه لا ده انا ممكن اقول له ده كذا، انت بتاخده ليه؟ وتعمل بلبله بين المريض وبين الطبيب. ايوه ودي بتحصل كتير. يعني المريض ممكن يرجع لك بالدواء، انا سالت الصيدلي قال لي الدواء ده بتاع كبد، وانا كاتب له مثلا مدر البول عشان عنده ميه في جسمه، عشان عنده عضله القلب ضعيفه. ايوه اقول له طب ما انا كشفت عليك وشفتك. يعني انا فدي كلها حضرتك من النقط اللي هي المفروض يعني يبقى لها قانون ولها سيستم ولها يعني مش هنقول يعني تجريم كمان. يعني لان انا ممكن اوصف دواء المريض ياخده وممكن تحصل مشكله كبيره. ايوه يعني اغلب في حالات كتير يعني بيحصل لها حاله وفاه ان هي راحت الصيدليه مثلا خدت دواء معين او حقنه معينه، خصوصا حقن كمان كانت بتتاخد عادي في اي صيدليه. بالظبط كده. ده يحتاج تنظيم من وزاره الصحه ولا نقابه الصيدليه؟ لا لا يعني. وزاره الصحه طبعا في اجراءات. الوزاره هي اللي هي بترأس كل المنظومه الصحيه كلها. آه. يعني هو لو في مثلا تجريم ان انا ادي حقنه في الصيدليه والكلام ده كله، لا معلش انا كصيدلي هدي حقنه دي. يعني لا حضرتك في مكان ممكن تدي فيه. ايوه يعني كان انا فاكر مره كان برضو يعني كان حصلت مشكله كده كبيره. ان حد خد حقنه في الصيدليه وحصل له موت مفاجئ. فكانت كبيره جدا المشكله. ايوه معلش انا دكتور في عيادتي برضو ما بقدرش ادي حقنه، روح حضرتك لحد ممرض يديك او روح للمستشفى او روح للمستوصف والكلام ده كله. يعني ما في كل مكان للوظيفه المنوط بها. يعني في دول الخليج يعني ما فيش يعني استحاله ان دكتور صيدلي يديك ادويه بدون روشته. طبعا مستحيل. سمعت الحادثه الاخيره بتاع لازم في المستشفى كمان، ما فيش في الصيدليات. سمعت عن الحادثه الاخيره بتاع الصيدلي. يعني اجراءات يعني يستحسن تبقى موجوده. اجراءات يعني حازمه، مش اجراءات يعني كده، ده فيها يعني عقوبه وسجن وفصل. بالنسبه لدول الخليج يعني. فهنا يا رب يا ريت تطبق هنا. بالظبط كده. لان زي ما الناس بتاخد ادويه عمال على بطال، يعني مش بتعتمد على الصيدلي اكتر. بالظبط كده. اكتر من الطبيب. اصل حضرتك يعني في بعض الادويه ممكن تعمل اعراض جانبيه. يعني حضرتك مريض ضغط وعندك رشح انفلونزا، ورحت للصيدلي اداك نوع معين، النوع ده مكتوب ان هو لا يستعمل في مرضى الضغط. تمام. ممكن يعلي ضغطك، يحصل مشكله يعني اللي هي الاعراض الجانبيه للمرض نفسه. تمام. يعني في بعض الادويه كده بتمنع في مرضى القلب ومرضى الضغط. لان بعض الادويه برضه بتعلي الضغط. بالظبط. تمام. واحد يقول لي لا ده انا اروح اجيب مجموعه الانفلونزا. انا ما اعرفش ايه مجموعه الانفلونزا برضه. يعني مش عارف. يعني انا كدكتور انا ما اعرفش ايه مجموعه الانفلونزا. والله ما اعرف ايه هي المجموعه يعني. هل ده تركيبه ولا ما تعرفش. فهي النقطه محتاجه تنظيم فعلا وتعاون، ان احنا الاثنين في مجال واحد. يعني انا طبيب والصيدلي التمريض كلنا في مركب واحده. فلازم يبقى في تعاون بين كل واحد يؤدي وظيفته. لو حصل التعاون ده بنطلع منتج كويس. أيوة. لو حصل ديستريشن كل واحد شغال في خط واحد كده. هي دي المشكله. ايوه اكيد. طب دكتور رمضان، هل التوتر بيسبب يعني بيتعب عضله القلب او بيسبب مرض في القلب؟ طبعا احنا دايما بنقول الاستريس اللي هو التوتر العصبي احد عوامل الخطوره، زي الضغط وزي السكر. تمام. زي الامراض الوراثيه. يعني دايما احنا يعني الاستريس ده يعني جزء كبير جدا من الخطر والعوامل اللي احنا عايشينها. يعني احنا بنقول مرضى القلب الامراض القلب زادت ليه؟ بنقول نتيجه ان هو الاستريس اللي احنا عايشينه، الفاست فود. تمام. عدم يعني الاهتمام دلوقتي يعني مين بيروح مثلا يعمل فولو اب ومتابعه لحالته الصحيه.
الامراض الوراثيه ظهرت، التشخيص زاد، فابتدت الامراض تتعرف وابتدت النسبه بتاع مرض القلب تزيد. هي كانت موجوده بس كان وسائل التشخيص مش موجوده، التوعيه بتاع المرض مش موجوده، الاستريس نفسه اعتقد ان بيزيد بالظبط، بيزيد سنه عن وراء. المجتمع، العوامل اللي حوالينا، التطور ده بيزود الاستريس برضه، يعني مش بيقلله. يعني حضرتك انت معاك التليفون ممكن يعني يجيبك في مكان، زمان كان لا لازم تكوني في البيت عشان حد يكلمك، او لا دلوقتي لا يعني. فاصبح موضوع الاستريس ده من عوامل الخطوره الكبيره جدا. يعني انا بقول ان هو احد عوامل الخطر، زيه زي الضغط، زي السكر. يعني لو انا شخص عصبي كاني عنده سكر، شخص عصبي كاني عنده ضغط. وايه اللي بيخلي يجيني ضغط عصبي؟ ان انا استرست. ايه اللي بيجيني سكر عصبي؟ الاسترس. يعني انا مريض سكر وتعرضت لضغط عصبي، سكر هيعلى. انا مريض ضغط وتعرضت لضغط عصبي، ضغط هيعلى. فدايما الاسترس ده احد عوامل الخطوره في ظهور المرض. حتى لو الشخص ما عندوش ضغط او سكر بس هو متوتر، يعني بالظبط متوتر على طول، يعني بالظبط ده ياثر على القلب. بالظبط طبعا طبعا طبعا. احنا دايما بنقول يعني التوتر ده هو يعني اساس المرض. تمام. يعني دايما بيقول ده شخص عصبي. الشخص العصبي ده هو بيطلع ماده اسمها ماده الادرينالين، دي ممكن تعلي الضغط عندنا، تزود ضربات القلب، تلاقيه بيعرق جامد، متوتر. تمام. فالتوتر ده يعني بيخلي العوامل الوراثيه عنده تظهر بدري. لو انا حامل لمرض الضغط هيظهر، لو حامل لمرض السكر هيظهر. فبنقول عليه ضغط عصبي وسكر عصبي. طب نقول نصايح بقى لمرضى القلب، يعني مريض القلب ايه الحاجات اللي يبعد عنها عشان يحافظ على قلبه يبقى سليم ما يبهتش، ايه الحاجات اللي هو يتبعها علشان يقوي مثلا عضلة القلب او يحافظ على قلبه. تمام. اول حاجة ان احنا بنقول يعني قبل العلاج بنقول تغيير نمط الحياة. ايه تغيير نمط الحياة؟ الاكل، ان انا موجود بناخد حاجه اسمها الداش دايت، اللي هي يعني اكلات معينه خاصه بمرضى القلب. الاقلال من نسبه الملح، الاقلال من نسبه السكر، ان انا امارس الرياضه يومين او ثلاث ايام في الاسبوع بما لا يقل عن 30 دقيقه. الرياضه مش هلعب جيم، ممكن اتمشى، يعني ممكن امشي ربع ساعه رايح ربع ساعه جاي، يبقى انا يعني حسنت الحاله النفسيه والحاله البدنيه اللي هي. فدي بنقول عليها اللي هي ايه، اللي هي تغيير نمط الحياه. الحاجه الثانيه اللي هو البعد عن التوتر والانفعال. المجهود البدني الزائد، انا لو بؤدي حياتي عاديه لكن ان انا ابذل مجهود جامد وانا مريض قلب اكيد العرض هتظهر عندي. الحاجه الالتزام بالادويه المكتوبه. يعني انا مكتوب لي دوايين اخدهم، مكتوب لي ثلاثه اخدهم، مكتوب لي اربعه اخدهم. لازم التزم بالدراجز نفسها. انا حالتي كويسه جدا بالعلاج. انا ماشي كويس وبطلع الدور الخامس بالعلاج. بطل الادويه دي هترجع لحاله ثانيه. متابعه الطبيب مثلا كل ست شهور كل سنه. الفحوصات الدوريه. طبعا الامتناع عن التدخين نهائيا. يعني مش هقول ما انا كويس طب انا ادخن سيجاره ولا اتنين، لا، السيجاره زي 10 زي 20. كل النصائح دي بنقولها للمريض. ولكن للاسف عدم الالتزام هو اللي بيرجعنا لورا. لكن في بعض المرضى بيلتزم بعلاجه، باكله، بشربه، والامور بتبقى كويسه جدا جدا، حتى بيبقى ضعيفهم، وبنقول ان هم يعني تشوفيه خارجيا كده ظاهريا كانه ما عندوش اي حاجه. علشان ملتزم بالعلاج، ملتزم باكله، ملتزم بشربه. طب معلش اسال اخر، يعني ليه لما يعني بيحصل الم في الصدر بيقولوا لا ده لو حصل الالم في الظهر حسيت بيه يبقى ده القلب، لكن غير كده لا؟ احنا بنقول عليه اصل اللي هو يعني هل الم الظهر مرتبط بالمرض؟ لا، مش الم الظهر، احنا بنقول عليه ألم أعراض أو آلام الذبحة الصدرية. بل ألم ليه مواصفات خاصة. إن هو بيبقى في الناحية الشمال من الصدر. وبيسمع في الظهر من ورا. وبيوصل لحد نص الدراع كده. تمام. يعني عنده تواجد الأعراض دي اللي بنقول عليها أعراض الألم الصدر اللي هو المطابق لمواصفات الذبحة الصدرية، بنقول عليه لازم يتوجه للدكتور عشان يعمل رسم قلب، يعمل تحليل انزيمات قلب، لازم يطمن نفسه. وخاصة لو جت مع الانفعال او المجهود البدني الزيادة. تمام. او ان انا مثلا كنت باكل ومليت بطن زيادة وابتديت احس بالاعراض دي. ماشي، ممكن تكون المعدة، بس لازم اطمن على القلب. انا بمشي والالم ده جاني خلاني لازم اقف، لازم اطمن على القلب. بطلع السلم على الدور الثالث وجاني الالم، لازم اطمن على القلب. وخاصة لو الالم ده مصاحب بحالات غثيان
او ميل القيء او عرق شديد. يعني الالم جانب بصيت لقيت عرقت، حسيت بغثيان كاني عايز ارجع، لازم طبعا اتوجه للدكتور واعمل فحوصات اللي انا اطمن بيها على الموضوع ده. ان شاء الله احنا بنتمنى الصحه للجميع. وفي نهايه فقرتنا بنشكر حضرتك الدكتور رمضان غالب، استاذ ورئيس قسم القلب بكليه الطب جامعه اسوان، بنشكرك على النصائح القيمه اللي حضرتك قدمتها لنا. وبنتمنى جميع المرضى يكون عندهم التزام بقى بالنصائح اللي حضرتك قلتها، وبنتمنى الصحه للجميع ان شاء الله. وبنشكر حضرتك، شرفتنا يا دكتور. شكرا لحضرتك. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع معاكم الفاصل ونرجع نكمل فقرات حلقتنا النهارده.